السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسعادة والسرور. طلعنا الرواتب وغاية الواحد ياخذ له أشياء بسيطة كذا للعيد. أما بالنسبة لي اللي يسألني من وين أشتري الأحذية مالي، فأشتريهن من الرافي للأحذية. ما إعلان جماعة، ولكن صراحة أسعارهم حلوة، وكذلك عندهم خامات نعلان إيطالية وتركية مرة من الآخر. فأولادكم تعالوا، لأنفسكم الكبار يعني الأحذية الرجالية، تعالوا اشتروا من عندهم، أمورهم طيبة في الخوض ومقابل ميثاق للصيرفة الإسلامية في هذا الشارع. ما إعلان أكرر مرة ثانية، لكن باغنكم تستفيدوا، حلوة أسعارهم وأمورهم طيبة. وغاية الفطور اليوم عزموني صراحة في أكثر من مكان ما طعت أروح، قلت اليوم بفطر من مطعم شوى العماني، أكله فناني ونمبر ون، أموره طيبة. وحتى عبد السلام أنا ما قلت له إلا الحين، اتصلت فيه قلت له وين أنت، قال والله موجود في البيت، قلت له لا إذن أنا بفطر من المطعم بإذن الله. عجبني العرب اللي مسوينها أمام المطعم، طبعا عندهم مأكولات ما لذ وطاب ما شاء الله تبارك الرحمن. وعاد أيضا هم مرتبين هنا السمبوسة بشوى اللحم العماني والأكلات المختلفة والجميلة. إيش موجود؟ عندهم اللي هي البكورة، أيوة، وأيوة اللوبيا زين، والدنجو مندازو كاتشوري، سمبوسة دقاق وسمبوسة شواشية. حلو ممتاز ما شاء الله. إذا فطورنا بإذن الله تعالى راح يكون هنا، تعالوا أيضا واخذوا من الأشياء الطيبة والجميلة، استاهلوا. يلا بسم الله. شو عماني نمبر ون، أهلا وسهلا، حياك الله. حياكم الله وسعد الله أوقاتكم بكل خير. في مسقط وجالس أخلص بعض الأعمال وبعض المشاوير، لكن حبيت أنبه عن حاجة. جماعة الخير انتبهوا، يعني أغلب الناس طلعت لهم الرواتب وفي إجازة ويكند وطالعين هم وأولادهم في الشوارع، أنت منتبه غيرك ما منتبه، لذلك خل انتباهك مليون. خطفت وأنا أتسوق وأنا طالع يعني حادثين تقريبا، والسبب عدم الانتباه، يعني واضح أنهن عدم الانتباه. فغيرك جالس يفكر، يعني بعض الناس تمشي وتفكر وحد يتكلم تلفون وحد يسرع وحد، لذلك يا جماعة انتبهوا وديروا بالكم على أنفسكم، الزحمة كبيرة جدا جدا جدا. فلذلك يا جماعة انتبهوا على أنفسكم، انتبهوا على أولادكم. اليوم زحمة، باكر إن شاء الله ماشي زحمة كذا، ما لازم يعني طلع اليوم الراتب لازم احنا اليوم نروح نتسوق، ما لازم يعني. فديروا بالكم على انفسكم جماعة الخير. وحد منكم بعض، يعني بعض الناس يطلع الشارع وفي راسه 100 حساب، جالس يحسب هنا يصرف الراتب كم ما يسده. بإذن الله تعالى الله يبارك لك في رزقك، بس رتب امورك شوية. الله يحفظكم من كل شر ومكروه، وديروا بالكم على انفسكم. طبعا الجولة ما تحلى إلا مع عبد السلام حبيبنا، يعطيك صحة والعافية، عاش من شافك، عاشت أيامك وفرصة سعيدة. أنا سعيد اني شفتك أصلا. الله يعطيك الصحة والعافية. كيف أموركم؟ قابل غنائمي، قابل غنائمي هي ونحن. مبدع في التلفزيون هالسنة، الله يسعدك، ومبدع في كل مكان، الله يرضى عليك. في اللي كان مسبق مهرجان الظاهرة في السياحة، كان ودنا تزورنا عبد السلام، لكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. لكن الخير قادم. كيف شوى العماني في رمضان؟ من 4 الصباح لحد 4 لحد الفجر. الفجر هذا رقم، هذا رقم 2. 40 جايزة ابو حميد، 40 جايزة. ايه مسوحة للمتابعين، يعني ابو يجي ياخذ بريالين ونص ويدخل السحب، يستاهل. ايه نعم. وانت تقدر، ها وانت تقدر، وهم يستاهلون. الله يفضلكم انتم، الله يسعدك. هذا الرجل من اقوى الداعمين لي. الله يسعدك، انت تستاهل يا عبد السلام، الله يحفظك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، موفق خير ان شاء الله جميعا يا رب ان شاء الله. الله يسعدك حبيبي.